في بداية الطريق نحوها وعلى جنباتها، وحتى قبل الدخول إليها تسمع ضجيج معركة بدايتها كانت قبل عام وأكثر ولم تنتهي حتى الآن. هنا شبوة، الأرض العصية كصحرائها والتي أبت إلا أن تكون مصدر إزعاج كبير لغازيها، وامتحان يزداد صعوبة لهم في كل مرة يحاولون فيها اختراق المزيد من أراضيها، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن عشرات من ميليشيا الحوثي والمخلوع سقطوا بين قتيل وجريح خلال معارك دارت في موقعين عسكريين بمنطقة الصفراء بين الميليشيا والمقاومة، ليسقط من هذه الأخيرة 11 قتيلا. الحوثيون شنوا هجوما عنيفا على موقع المنقاش العسكري في محاولة لفك حصار الجيش الوطني والمقاومة المفروض عليهم في منطقة الصفراء شرقي عسيلان، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على موقعي المنقاش والسويداء. مقاتلات التحالف العربي شنت غارة استهدفت موقعا للحوثيين في المنطقة كدعم لقوات الجيش على الأرض، فيما زار نائب رئيس هيئة الأركان اللواء ناصر الطاهري الخطوط الأمامية في الجبهة للإطمئنان على سير المعركة هناك والتي بلغت أشدها خلال الأيام الماضية. إذن تتواصل المعارك في شبوة كامتداد لمعركة أكبر على الأرض ما تزال تخوضها تلك المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح للتخلص من حكم جماعة تريد العودة بالبلاد للماضي والقضاء على ما تبقى من فضاء الجمهورية اليمنية.